السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الفيديو بتاعنا على الهايبر في مع الفلوفر كلاسترينج. معاكم محمود عاطف من ايديوس تريننج سوليوشن. هنشوف الفيديو بتاعنا ازاي اقدر استخدم الهايبر في رول مع الفلوفر كلاسترينج بتاعي، واقدر ان انا اعمل هاي افيلابيليتي للفيرجوال ماشين بحيث ان تكون الفيرجوال ماشين دايما افيلابل حتى لو سيرفر كامل عندك حصلت فيه مشكلة وبقى داون. انا شايف من وجهة نظري ان الهايبر في مع الفلوفر كلاسترينج ده بيست براكتس سوليوشنز، بيديك هاي افيلابل لاي ابلكيشن او اي سيستم او اي سيرفر انت عايز تعمله. لان انت بمنتهى البساطه لما تعمل فيرجوال ماشين، واتيفر الفيرجوال ماشين دي كانت ويندوز سيرفر او ويندوز كلاينت، واتيفر الفيرجوال ماشين دي كانت اكستشينج سيستم سنتر السيستم بتاعك سيكوال واتيفر اي حاجه، طول ما انت محافظ على الفيرجوال ماشين دي فاوريدي السيرفيس اللي عليها هتفضل دايما افيلابل، والفيرجوال ماشين دي موجوده على في الاوفر كلاسترنج بحيث ان لو سيرفر كامل اتحرق او حصلت فيه مشكله وبقى داون هيفضل السيرفر تاني مسؤول عن الكلاسترنج وهتفضل الفيرجوال ماشين اب. فانا كده عملت هاي افيلابيليتي للابلكيشن او السيرفيس اللي بتقدمها الفيرجوال ماشين دي. يلا بينا نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. زي ما اتفقنا اي رول في الكلاستر بتاعي لازم تكون لها ديسك. هبتدي ان انا اروح للسان ستورج، هروح للستورج بول اعمل فيرجوال ديسك، نيكست، اوكي، هسميها هايبر في، تشتغل بتكنولوجي البيرتي، اوكي فيكسد، هخلي مساحتها 50 جيجا، كرييت. هبتدي بعد كده اعملها فوليوم، كرييت، هنروح بعد كده الايس كازي، نيو ايس كازي فيرجوال ديسك، هبتدي اختار الدرايفر بتاعي هو الاي، اوكي، نيكست، هسميه هايبر في، مساحة كلها، اوكي، نفس الايس كاز تارجت، كرييت. هروح بعد كده على اي نود من التو نودز، هنروح على الايس كاز انيشيتور، فوليوم اند ديفايسز، اوتو كونفيجر، واروح على الديسك مانجمنت. خلاص احنا حفظنا الكلام ده بقى. ادي الديسك بتاعي 50 جيجا، هقول له اونلاين انيشاليز ديسك ام بي ار نيو سيمبل فوليوم، سمهولي هايبر في. هروح على سير 2 نفس القصة، اونلاين، اوكي، نعمل اونلاين تاني، تمام كده. هروح على الفلوفر كلاسترينج بتاعي، هروح على الديسك، اد ديسك، اوكي، ادي 50 جيجا، اوكي، ضافه عندي. لازم الديسك ده اللي هيكون فيه الداتابيز بتاعت الفيرجوال ماشين اخليها سي اس في فوليوم،
كلاستر شيرد فوليوم، هروح على الدرايفر بتاعي. اوكي كده 50 جيجا زي ما احنا شايفين، واقول هنا add to cluster shared volume. لو رحت على السي كلاستر ستوريج هلاقي عندي فوليوم 1 اللي احنا كنا عاملينه في اللاب الاول، وعندي فوليوم 2 اللي لسه عامله. هخش على فوليوم 2، هعمل فولدر، هقول داتابيز دي الهارد ديسك بتاعت الفيرجوال ماشين في اتش دي اس، وهعمل فولدر هيبقى فيه كونفيجريشن فايل هسميه في ام. اوكي كده يلا بينا ننزل الهايبر في رول على التو سيرفر. هنروح على السيرفر الاول، ادي سير 1. واللي مش عارف ازاي هننزل هايبر في رول على الفي ام ورك ستيشن، احنا في فيديو على اليوتيوب كنا عاملينه على التشانل بتاعتنا، تقدر تروح على اد يور تريننج سوليوشن للتشانل بتاعتنا هتلاقي فيديو فيه فيري ايزي انستول هايبر في اون في ام ورك ستيشن، هيعرفك ازاي تقدر تنزل هايبر في على الفي ام ورك ستيشن. لان انت لما هتيجي تعمل سيلكت على الهايبر في رول وتقول له نيكست هيطلع لك رسالة ايرور. اوكي كده نيكست نيكست، بيقول لي اختار كارت النتورك اللي من خلاله هعمل مانج للهايبر في بتاعي وهيكريت بناء عليه فيرجوال سويتش. طبعا لازم تكون حاطط كارت مخصوص للمانج بتاع الهايبر في، واوعى تختار اي كارت من الكروت بتاعت النتورك اللي موجودة في السيرفر عشان ده هيعمل ايرور. انا هختار كارت انا كنت منزله فعلا للموضوع ده. اوكي نفتح خاصية اللايف مايجريشن، الديفولت داتابيز بتاعت الفيرجوال ماشين هنا هيكون الهارد ديسك بتاعتها، وهنا هيكون الكونفيجريشن فايل انستول. طبعا هيعمل ريستارت مرتين، اوكي كلوز، وهنعمل ريستارت يكون اسرع. احنا لو استنينا شويه هو هيعمل ريستارت لوحده. بعد ما سيرفر 1 خلص عمليه الانستول للهايبر في رول هبتدي انزلها على نوت 2. برضو كارت نتورك مخصوص للمانج بتاع الهايبر في. اوكي اوكي كده خلص وهيعمل ريستارت. بعد ما نزلنا الرول على نود 2 هروح على اي نود من الاثنين، اوكي ونود 1، هروح افتح فلوفر كلاسترنج مانجر. يفضل ان انت تعمل فاليديت كونفيجريشن الاول قبل ما تبتدي تعمل كونفيجر للفيرجوال ماشين. بعد ما اخلص هنبص على الريبورت بتاعنا هلاقي عندي الهايبر في كونفيجريشن تمام. عندي مشكلة في الاستورج عشان انا مسحت حاجات من ستان ستورج. اوكي كده تمام فينيش. هبتدي اروح اعمل كرييت لفيرجوال ماشين من على رولز، كليك يمين فيرجوال ماشين واقول نيو فيرجوال ماشين. قال لي مين الاونر بتاعها، هيبقى سير 1. اوكي نكست. اسمها ايه؟ انا هخليها اكس بي عشان تبقى خفيفه ونقدر نتست بسهوله. الكونفيجريشن فايل بتاعتها هتبقى مكانها فين؟ هبتدي اشاور على السي اس في ديسك، على السي
كلاستر ستورج فوليوم 2 في ام اكس بي. اوكي ندل دي. نيكست. الرام بتاعها 512، هتكونكت على كارت نتورك. اوكي. طب الهارد ديسك بتاعها اوريدي، انت لو هتعمل كرييت لهارد ديسك جديد فده هيخلينا ان احنا لازم نعمل سيت اب للاوبريتنج سيستم، علما بان ان انت ممكن تعمل داونلود لويندوز اكس بي او ويندوز 7 او اي اوبريتنج سيستم بتاع مايكروسوفت على طول في اتش دي فايل، تعمل له اتاتش على هايبر في وتلاقي عندك الفيرجوال ماشين جاهزه. فعلا انا عامل داونلود ل في اتش دي فايل بتاع ويندوز اكس بي، هاخده كوبي وهروح على السي اس في ديسك فوليوم 2 اتش دي اس، هلاقي عندي اكس بي وهعمل بيست للفيرجوال ديسكس بتاع ويندوز اكس بي. هبتدي اروح بعد كده على الكلاستر وهاتاج بقى الهارد ديسك ده، مش هعمل هارد ديسك جديد. نيكست. فينيش. تمام كده الفيرجوال ماشين بتاعتي مظبوطه وهي بس اوف. اقدر اجي عليها واقول له ستارت من هنا او كليك يمين عليها واقول له ستارت، هكونكت عليها. زي ما احنا شايفين فعلا الفيرجوال ماشين عندي بقت راننج والاونر بتاعها هو سير 1. طب تمام، اقدر طبعا اتحكم في الفيرجوال ماشين دي بالظبط كانها على هايبر في، فعلا ما فيهاش اي فرق. طيب انا دلوقتي عندي عمليه في موشن او لايف مايجريشن. يعني ايه؟ يعني انا ممكن انقل الفيرجوال ماشين دي اخلي الاونر بتاعها هو سير 2 من غير ما اليوزر يحس باي حاجه، هي بالظبط باكت واحده اللي بتقع. ازاي بعمل الموضوع ده؟ بقول له موف لايف مايجريشن، ممكن اقول له شوف احسن نود عندك وابتدي ان انت تنقل عليها الفيرجوال ماشين دي، او انا سيلكت النود اللي انا عايزها نود 2. اوكي بيبتدي يعمل لها لايف مايجريشن زي ما احنا شايفين. فعلا بقى الاونر بتاعها هو سير 2. طيب عندي هنا تاني في الموف عندي كويك مايجريشن. الكويك مايجريشن في الحاله دي هو هيعمل سيف للفيرجوال ماشين وبعد كده ينقلها وبعد كده يعمل لها ريزيوم. طب تعالوا نجرب كده، اقول له سيلكت نود خليها سير 1. اوكي عمل سيفنج فعلا للفيرجوال ماشين وهيبتدي ان هو ينقلها وبعد كده يبتدي ان هو يعمل لها ستارت. طبعا لو كان في يوزر شغال فاوريدي اليوزر هيحس ان الفيرجوال ماشين وقفت، بس هي بتكون اسرع في عمليه النقل. طب لو عايزين نجرب الهاي افيلابيليتي، اجرب في الاوفر كلاسترنج بتاعي، هقول لك بمنتهى البساطه تعالى نعمل شوت داون لسير 1. هو ده نود 1. اوكي نود 1 هو الاونر بتاع الدي اف اس والفايل سيرفر والفيرجوال ماشين بتاعتي. نروح على نود 2 في الاوفر كلاسترنج مانجر. هروح اشوف كده الرول بتاعتي، انا الرول بتاعتي بقت سير 2 هو المسؤول عنها، ولو رحت على النوتس هلاقي فعلا ان سير 1 بقى داون واوتوماتيك الرول كلها اتنقلت على سير 2 والفيرجوال ماشين راننج. لو جيت اكونكت عليها كده الفيرجوال ماشين بتاعتي شغاله. طيب انا هروح اعمل ستارت لنود 1 تاني. طبعا زي ما عرفنا انا ممكن اعمل حاجه اسمها بريفيرد اونر وفي الباك بقدر من خلالها لما سير 1 يقوم اوتوماتيك المكنه دي تعرف ان البريفيرد اونر بتاعها هو سير 1 وتروح على طول تنقل نفسها عليه.
وقلنا بنعمل الموضوع ده بان انا باجي على الرول كليك يمين بروبرتيز واقول لها البريفيرد اونر بتاعك هو سير 1، واجي في الفلو اوفر هقول له انت تعمل فيل باك على طول او في خلال وقت معين. اوكي كده انا هقول له على طول. اوكي نروح نستنى لما سير 1 يقوم. اوكي سير 1 بقى اب كده، هبتدي اروح على رولز. زي ما احنا شايفين الفيرجوال ماشين اوتوماتيك راحت على نود 1. اوكي كده شباب. طيب عندي كمان في الموف فيرجوال ماشين ستورج اقدر اعمل لها موف من على المكان بتاعها لمكان تاني. طبعا لازم يكون الديسكس اللي هتعمل موف عليه يكون سي اس في كلاستر شيرد فوليوم عشان تقدر ان النودز تاكسسه اوفر ذا كلاستر. طب تمام، لو رحت على رولز كليك يمين وقلت له كونفيجر رول هلاقي عندي في الرولز هنا في فيرجوال ماشين. طب ايه الفرق ما بينها وبين ان انا جيت على رول نفسها وقلت له نيو فيرجوال ماشين على طول؟ تعالوا نشوف كده نيكست، هلاقي عندي فعلا في هنا تحت فيرجوال ماشين. طب ايه الفرق ما بينها وما بين ان انا جيت هنا على الرول قلت له نيو فيرجوال ماشين على طول؟ هقول لك بمنتهى البساطه، انت ما بتيجي هنا تقول له فيرجوال ماشين ونيو فيرجوال ماشين، انت بتعمل فيرجوال ماشين جديده على طول في الكلاستر بتاعك. اما لو قلت له من الكونفيجر رول واخترت فيرجوال ماشين، معنى ده ان انا الفيرجوال ماشين دي اصلا كانت موجوده عندي على هايبر في سيرفر من السيرفرز بتاعت الكلاستر. عشان نشوف الموضوع ده هروح على الهايبر في في السيرفر ده، هبتدي اعمل كرييت لفيرجوال ماشين. اوكي كده الفيرجوال ماشين بقت موجوده. هروح بعد كده على فلوفر كلاسترنج مانجر وهروح على رول كليك يمين كونفيجر رول نيكست، هبتدي اقول له فيرجوال ماشين نيكست، ابتدى يقول لي في اكس بي على سير 1 وفي تيست على سير 2، هبتدي اقول له تيست نيكست نيكست، ابتدى يديني warning. طبعا بيقول لي ان اللوكيشن بتاع الفيرجوال ماشين ان الداتا بيز بتاعتها مش موجودة على السي اس في ديسك، فلا قدر الله لو حصل ان السيرفر ده وقع السيرفر التاني اللي موجود في عملية الكلاسترنج لما يجي ياخد الاونر بتاع الفيرجوال ماشين مش هيعرف يوصل للداتا بيز بتاعتها. فده هيتطلب منا عشان نحل الورنينج ده ان انا هاجي فينيش، هنروح على الفيرجوال ماشين كليك يمين واقول له موف فيرجوال ماشين ستورج، دي الستورج بتاعتي هنحطها فين؟ هنروح على السي اس في ديسك على فوليوم 2. هبتدي اقول له اعمل لها فولدر كده اقول له ده تيست. وهنروح على فوليوم 2 في اتش دي اس ادي تيست، وهروح اشد الفيرجوال ماشين بتاعتي هنا، نقل كل حاجه هقول له ستارت زي ما احنا شايفين كان كاتب هنا ستارتنج بس هو دلوقتي خلص. طبعا احنا مش منزلين اوبريتنج سيستم على الفيرجوال ماشين فلو فتحناه مفيش فايده، بس اوريدي ممكن نقول له ستارت نشوف بس ان هي راننج. اوكي كده وبكده نكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. تابعونا على فيسبوك سلاش ايديورز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.